السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في القناة بوتينا شانيل. اليوم جيت نشارك معكم أفكار للعيد ميلاد راقية كتجي مزيونة، لا في المذاق ولا في الشكل. هنايا غنعملو لا تغطية الجينواز اللي غتجي بجوج طبقات شوكولا والجينواز عادية، وغادي نعملو حلويات ديال الشوكولا واللوز، وغنعملو معاكم لا سلطة ديال الجردل بحال كيقولوا، وغادي نعدلو لي بوبس كيك ودي ميني بيتزا. نبداو على بركة الله. هنايا غادي نعدلو الجينواز اللي استعملت فيها 5 البيضات مع 125 غرام ديال الطحين والخميرة ديال الحلوى ديال 15 غرام، جوج معالق ديال الزيت ومعلقة صغيرة ديال الخل وكاس ديال السكر ديال العنبة والسكر فاني. صافي كادي نطربو بالخلاط الكهربائي البيض ديالنا حتى يتضاعف الحجم ديالو مع قبسة الملحة والسكر. صافي حبيباتي كيفما كتشوفو هنايا القوام ديالها تضاعف. كنزيدو ديك جوج معالق ديال الزيت النباتية ومعلقه كبيره ديال الخل اللي كيزيد يعاوننا باش كيطلع على السمك ديالها. صافي كنوقف التحريك بالروبو وكنغربل ديك الكاس ديال الطحين باش كيتهوى وكيعاوننا في الجينواز ديالنا باش كتطلع. ومن بعد ديك الساعه كنحاول نخلط ديك الدقيق بالاتجاه من التحت للفوق باش ما كنضيعوش الفوليوم اللي خدمنا بالخلاط الكهربائي واللي كنضيفو معها في نفس الوقت الخميره ديال الحلوه ديال 15 غرام. انا بعد النوبات كنعدل الجينواز بلا خميره كتجي مزيونه، ولكن هيدا غادي نكون متاكده بان غتطلع لي حيت غادي نستعمل العيد ميلاد ما بغيتش تجيني ناقصه شويه في الارتفاع ديالها. كنستعملو بالتخليط ديال الخليط ديالنا بهذه الطريقة هذه. صافي انا دهنت واحد المول ولا واحد الطاوة بالزبدة وشوية ديال الطحين باش ما تلصق لي شي، ولا بغيتو تستعملو الورق ديال الزبدة. مع انا مزغوبة ما فياني قطع ديك ورق الزبدة على الحجم ديال القالب ديال الحلوة. صافي كنسخنو الفران درجة الحرارة 180 وكنخليوها طيب تقريبا كتدي واحد 30 دقيقة بالضبط باش كطيب. هاد الجينواز صراحة الله ناجحة 100% وكتجي روعة في المذاق. وفي نفس الوقت كنشبرو واحد الكاسرولة كنعملو فيها جوج كيسان ديال الماء وكاس السكر وكنخليهم يتطبخو. ملي كيغلي لنا ديك الماء كنزيدو واحد نص ليمونه كنعصروها فيها. صافي هذا كيكون السيرو ديالنا واجد باش غادي نسقيو الجينواز ديالنا. في نفس الاثناء غادي نعدل معكم لي بوبس كيك. هنايا واحد نص ديال الكيكه ما كنا شكليناها، زيت معها واحد 5 غرام ديال اللوز مطحون، شوكولا البيضاء والسوداء، وغادي نستعملو الماسكاربو. وهنايا اللوغو داخل غنستعمل كيندير ماكسي، تقدروا تستعملوا كيندير بوينو، ولا هادو لي باطون اللي كي العويدات اللي كنشبروا بهم البوبس كيك ديالنا. الوغ كنحاولوا نفتتوا الكيكه، الكيكه عاديه كتعدلوها في الدار ولا كتشروها جاهزه. كنفتوها مزيان كنزيدوا عليها قطعه الشوكولا الا بغيتوا، وتقدروا حتى هاد لي بوبس كيك تخلطوهم حتى بنوتيلا كيجيو مزيونين، وتقدروا تعملوا الاضافات اللي بغيتوا من داخل الشوكولا اللي متوفره عندكم في الدار كتعطيها كتزيدها واحد النكهه. انا هنا استعملت الشوكولا واللوز اللي مطحون في المولينيكس. الوغ كنستمروا هيدا كنفتوها مزيان كنخدموها بالشوكولا كيش ما قلنا الشوكولا اللي كيعجبكم، كيندير بوينو كيندير ماكسي الشوكولا اللي فيه شنو هذا كيقولوا شوكولا ام ان امز، حتى هما طحنوه
تعملوه من داخل كيجي كروسيون كيعطي واحد القرمشه في لي بوبس كيك. ديجا الفيديو ديال البوبس كيك شاركته معكم في القناه، تقدروا تدخلوا تشوفوا طريقه مبسطه بالنسبه لتحضير لي بوبس كيك. صافي هنايا كنستعمل ماسكاربون، تقدروا عاوتاني تجمعوه ب نيسلي كراميل ولا بنوتيلا كيش ما قلتكم. صافي ملي كنحصلوا على واحد العجين كتجينا سهله، ملي كنكوروها كتكور ما كتبقاش العجين كتفرتت، كتكون شربتنا ديك الماسكاربون. الوغ كنحضروا كويرات، انا الميزان حتى هو تهرست لي، عملت بعيني ميزاني يعني كنحاول نجيب ديك الكوهات مقادين. صافي عملتهم في التلاجة، وفي نفس الاثناء ملي هما كانوا كيبردوا كنت كندوب شوكولا في البان ماري في الحمام مريم. صافي وشوكولا البيضاء تقدروا تلونوها بملونات غذائيه، الغوز التوركوا الفير على حسب لو تيم اللي عاملين ديال لا تارت وداكشي باش تجيبوا داكشي لون واحد. صافي هذه جينواز ديالنا وجدتنا، نخليها تبرد جانبا. هنايا لي بوبس كيك ديالي عملت لهم الشوكولا البيضاء اللي خلطتها باللون الغوز. صافي هنايا غادي نخدموا الجينواز ديالنا الثانيه اللي نفس المقادير، 5 البيضات نخلطوهم مزيان مع قبسه الملحه، كاس ديال السكر، كاس ديال الفارين، جوج معالق ديال الزيت النباتيه، ومعلقه كبيره ديال الخل. وهنايا هذه عملتها شوكولا، عملت فيها بودره الكاكاو باش تعطيني جوج الوان في الطارطه. هنايا استعملت التعميره ديال الدجاج اللي غادي نعملو فيها اللي عملناها البسطيله. صافي هنايا حضرت لي بوبس كيك ديالي، عدلت لي ميني بيتزا، والفقاس حتى هو حطيته معكم فلاشين، الحلوه ديال التمر والحلوه ديال الزليجه حتى هي شاركتها معكم. وهنا ديك الحلويات الشوكولا اللي باللوز حتى هما شاركتها معكم في القناه. المهم انا ما كاينش، استعملت غير واحد بوفي اللي ديجا اكل عندي، ما عملتش الطابله وديكوراسيون يعني ديكشي بزاف. المهم مع داكني الوقت وما بقاليش الوقت فين نعمل ديكوراسيون. المهم عملتي واحد لا بابيات تفوق منه واحد الكاري بابي ديال لا طابل ديكوراسيون اون روز. صافي وقدمت الحلوه ديالي عاديه كيش ما كتشوفوا هنايا، حدا الشرج معدلته. لا با دو بيتزا تا هي كنت شاركت معكم. صافي هنايا غادي ندوزو لصالاد ديالنا، استعملت فيها الخضرة المبخرة الجزر والبابا واللوبيا الخضراء والراز ونعملت لي كوكتيل صغارين ديال الكروفيت و لافوكا، زينت بالبيض والكراب اللي كتجي مزيونه هيدا. عملتها شي يعني بالطبقات ديالي، المهم عملتها هي الاولانيه قبل البسطيلة ديال الدجاج. صافي كتجي بهاد الطريقة هادي، تزيين عادي ماشي يعني ديك لي صالاد اللي كيجيو بالطبقات. صافي هنا البسطيلة ديالي حاولت نزينها بالسكر كلاسي، ديجا فيها اللوز إفيلي والعسل. صافي وفي الوسط حطيت فيها البيض السمان اللي دوزتو شويه في الجنجلان الاسود، وعملت شويه الشريطات ديال القرفه في الجناب. جاتنا بالطريقة هادي، حطيت لي فخوي من مور. المهم حاولت نشارك معكم افكار بالنسبة للعيد ميلاد، كنتمنى نكون تكونوا كتستافدوا من الفيديوهات. هذه لا طارت ديالي عملتها من فوقي، عملتها بلاباط ديال ماسبون يعني لاباط ديال اللوز، وحتى لداخل عملت فيها مكسرات ديال اللوز وشوكولا.
المهم خدمتها بجوج طبقات، واحده الكيك عادي واحده شوكولا كيك شوكولا. ومن بعد زينتها بلا كريم من الفوق من الجناب ديالها، وحاولت كتبت الاسم بلاباط لاباط ديال السكر، وزينتها بديك الفواكه ديال المعسله. ستيتوا ديالي هنايا خافت من ديك الشعله، ضحكتني. حاولت نشارك معكم حتى الاجواء ديال عيد ميلاد. صح الله، هاد الجينواز كتجي رائعه رائعه وما تحشمكش زمان، كتجي في المستوى. ها هو الدخلاني ديالها كيش ما قلت لكم، خدمت بالطبقات، وما بين كل طبقه وطبقه كاين لا كريم، والطبقه الوسطيه خدمتها بالشوكولا ودانيت اللي عملت لها حتى هي حبيبه ديال اللوز. وصافي موراها غلفتها باللاباط ديال اللوز. صافي هنا حطيت حليوات وشويه اتاي قهوه، عملنا العصير بمناضه مع الماكله. المهم خلطنا جميع المشروبات. هذه الصديقة ديالي عندها واحد الكبة ديال اتاي بروفيسيونيل تبارك الله عليها ما شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتم هاد الافكار البسيطة ديال لانيفرسير، وان شاء الله الفيديو اخر.